تحت رعاية سامية لمعالي وزير التجارة ووالي ولاية أدرار أول صالون في طبعته الأولى للإنتاج الوطني بأدرار. تحت الرعاية السامية لمعالي وزير التجارة وإشراف والي ولاية أدرار، الغرفة التجارية بأدرار وبالتنسيق مع شركة إكسبو ستاند للمعارض ينظمان توات إكسبو صالون الإنتاج الوطني بأدرار. أدرار يا غالية مرارة وتنظر بتليك رجالها وماليها. ابتداء من 17 إلى 21 جونفي 2019 هذا المعرض بمساهمة مرحبا بكم في أدرار. سيد الوالي والوافد المرافق له، ونحيي كل المشاركين وكل الضيوف وكل المنظمين لهذه المناسبة، مناسبة سعيدة ومناسبة قيمة وتزيد في إثراء الاستثمار في هذه الولاية. هذه الولاية الشاسعة الأطراف والمضيافة والتي ترحب بكل من يملك يعني فكرة لإنشاء مشروع استثماري. أعتقد هذه الولاية لديها مميزات كثيرة تساعد على خلق المشاريع وخلق الثروة. من بين هذه المميزات هناك امتيازات لمدة 10 حوافز لمدة 10 سنوات للمستثمرين، من بينها لاطاب وليبياس إلى غير ذلك. هناك أيضا السعر المتر مربع بالدينار الرمزي، يعني سعر متر مربع بواحد دينار لمدة 15 سنة لمن يرغب في هذا الاستثمار في امتسات يعني جمع. أيضا وجودي على إشراف بوابات للتصدير سواء الناحية الجنوبية أو الناحية الغربية، وأيضا يعني بوابة واعدة لتصدير المنتوج المحلي نحو الخارج وكسب أسواق في الخارج. بطبيعة هذه المنطقة اللي تمتاز بمنتوج فلاحي معتبر، أيضا هناك ثروات باطنية معتبرة تساعد على خلق كثير من المشاريع، وأيضا الطبيعة السياحية لهذه المنطقة والطبيعة الثقافية. كل هذه المميزات يعني تؤهل هذه الولاية لجلب كثير من المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية. ناهيك عن وجود عدة مميزات كالمطارات والنقل والسكة الحديدية التي ستكون في المستقبل إن شاء الله. الأبواب يعني أبوابنا والسيد الوالي يعني مشكور جدا، يعني كل أبواب مفتوحة، وراني نبعث القرار في يوم ويتسنى. في بعض المستثمرين اللي يقول لك الأمور يعني تاخذ يعني فترة طويلة، بعض المستثمرين أنا تحصل على القرار وعقد الإداري ورخص البناء في 10 أيام، وقادرين إن شاء الله رفقهم في أسبوع إن شاء الله يكون عندهم هذا الله. لما يكون المستثمر يعني واقف وحريص على إنجاز المشروع في أقصر وقت، سنرافقه بكل ما أوتينا من إن شاء الله من وفقنا رب العالمين، وإن شاء الله يتحصل الوثائق تاعه في أقرب وقت. والعقار إن شاء الله موجود لدينا ثلاث مناطق النشاط، منطقة في رقان ومنطقة في السبع ومنطقة في أدرار. نعنيك عن وجود العقار ذات طابع للأملاك الخاصة موجود متوفر على الشريط من تميمون ومن أبعد تميمون إلى برج باجي مختار. فنرحب بكل من حامل فكرة لإنجاز أي مشروع، وشكرا وأستسمحكم. شكرا للأستاذ عبد الرحمن عايش مدير الصناعة والمنتجات ولاية أدرار في كلمة حول المميزات التي تميز ولاية أدرار لخلق فرص استثمارية واعدة بالولاية. إذن بما أنه يحضر معي سيد ولاية أدرار سيكون هو مسك الختام. تفضل سيدي. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة ما وددت أن يكون
حسن ختام حقا هو ما كان لهذا المعرض من انعكاسات إيجابية على المناخ الاستثماري والاقتصادي للولاية. فهذه المبادرة بقدر ما لها من أهمية في تعريف المنتوج الجزائري، تعريف المنتوج الذي بلغ درجة معتبرة جدا من حيث النوعية، وبذلك أصبح بإمكانه أن ينافس سلعا أجنبية مستوردة، وأصبح كذلك قبلة لبعض الدول المجاورة لاستيراد المنتوجات الجزائرية. فهذا المستوى من النوعية، لأن المنتوج أساس نجاحه هو النوعية واحترام المعايير التقنية المطلوبة. قلت أن هذا المستوى كان بطبيعة الحال بفضل سواعد جزائرية وشباب جزائريين ممن لهم أفكار اقتصادية واستثمارية، وممن حققوها فعلا في الميدان وعرفت رواجا ونجاحا كبيرين. هذا ربما هو تقييمي لهذه التظاهر الاقتصادية. ولكن كما قلت، لا أظن أن أحدا منكم على علم بما تم تخطيطه في الكواليس، حيث أن بعض العارضين لا داعي لذكر اسمهم بعد الجولات في أجنحة المعرض والدردشة حول بعض الأفكار الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية من بداية المعرض إلى هذه الدقيقة، أمضيت 6 ملفات للاستثمار جديدة ممن كانوا عارضين هنا وممن كانوا زائرين. فهذه التظاهرة على الأقل أعطت ثمارا على هامشها، وهي كما قلت اعتماد 6 مشاريع اليوم فقط من بداية المعرض إلى اليوم. وهذه المشاريع مست كما قلت عارضين كانوا موجودين معكم، وهناك من أتى بأفكار ربما ستبلور في المستقبل القريب من خلال إتمام الدراسات التقنية اللازمة. وأنا متفائل جدا بهذا النوع من التظاهرات التحسيسية، يمكن أن نصنفها كذلك، لما لها من أثر في تفعيل دواليب الاقتصاد والاستثمار وفي إعطاء نفس جديد لكل حامل الأفكار وحامل المشاريع لتحفيزهم وتشجيعهم وإعطائهم الجرأة الكافية للخوض في تجربة الاستثمار. فهنيئا لكم بهذه التظاهرة أولا، وهنيئا لكم بهذا اللقاء، لأن مثل هذه التظاهرات تسمح كذلك بلقاء المؤسسات وأصحابها مع بعض وتبادل الأفكار وتبادل التجارب ونسيج استثماري اقتصادي بين كل المتعاملين بشكل فعال وبشكل دائم. وهنيئا لكم مرة أخرى كما قلت بما أفرز هذا المعرض من تحقيق أو اعتماد مشاريع جديدة في ولايتنا. فشكرا لكم وشكرا لكل العارضين وشكرا لكل الضيوف، ونتمنى لمن جاء من بعيد أن يعود إلى أهله سالما غانما متأثرا بما شاهده
من خيرات ثقافية وحضارية واقتصادية في هذه الولاية، وشكرا لكم والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا سيدي ولي الأضرار على هذه الكلمة في ختام هذه الندوة حول مناخ الاستثمار بولاية أضرار، الفرص والتحديات. في ختام هذه الندوة أشكر ولي أضرار مجددا، أشكر كذلك البروفيسور معروف الفتاح دحمان عن جامعة أضرار، البروفيسور صديقي أحمد، أشكر كذلك الأستاذ عايش عبد الرحمن مدير الصناعة والمناجم لولاية أضرار. إذن بهذا نأتي لختام هذه الندوة حول مناخ الاستثمار بولاية أضرار، الفرص والتحديات، والتي تندرج في إطار فعاليات اختتام الصالون الوطني في طبعته الأولى حول الإنتاج الوطني توات إكسبو، المنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة توات وبالتنسيق مع مؤسسة إكسبو ستاند. إذن شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.